تبارك الله كيبان صغير ما كيبانش بالغ. راك سعيد على كل شيء غنسولوك على الدومين ديالك ما غيفهمش في شي واحد اكثر منك. ايه شنو هي هذيك؟ هذيك الشريحه بالاعشاب وزيت العود حتى هي وفيها كلشي ثومه وكعصر تما فين كطيب البيصار في الطين. تبارك الله عليك مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. هذه المره المباشر اللي غنديروه لكم اليوم هو مباشر مختلف، مباشر كيهمكم وكيهم الصحه ديالكم، مباشر من بعده ان شاء الله غتشكروا سي عبد العالي على هذه النصائح اللي غادي يقدمها لنا، لان هذا الشيء اللي كنشوفوه قدامنا كله كما كنقولوا وصفات جداتنا جدواتنا السحريه. بكري كنا كنعرفوا ان الناس ما كيمشيوش للطبيب، كانوا كيديروا الاحتياط والوقايه خير من العلاج، وكيتعطاو لهذا الشيء الطبيعي اللي بدينا كنفتقدوه في هاد الايام دابا مع هاد عصر السرعه ومع هاد عصر بنادم ما عندوش الوقت ولا كيشري داك الشيء غير سلك داك الشيء موجود طيب. المناعه كتبدا تنخفض الحمد لله، المغاربه معروفين عندهم مناعه قويه، ولكن ما فيها باس اننا نقويو مناعتنا مره مره بالاشياء الطبيعيه اللي جايه من الجبال. المغرب الحمد لله راه معروف بالطبيعه ديالو بالجبال ديالو وبلي برودوي اللي كيجيونا من الطبيعه. اليوم جينا عند سي عبد العالي اللي ما شاء الله خصو هو يهضر على هادشي اللي عنده، حيت واخا نهضر انا ما هادشي بزاف اللي كنشوف قدامي تبارك الله، وخصوصا اننا في هاد الفتره هادي ديال الليالي بنادم اغلبيه ديالو مرض وفتره كورونا المناعه كتقوى كتضعف عفوا. باش نقويو المناعه ديالنا جينا عند سي عبد العالي اللي غادي يشرح لنا بعض الوصفات الطبيعيه واللي كنصحكم انكم تجيو عنده. السلام عليكم سي عبد العالي. السلام الله يبارك فيك. الله يبارك فيك الله يخليك اختي. سي عبد العالي شنو الاختصاص ديالك؟ الاختصاص ديالي في الاختصاص ديالي في هادشي بلدي، في هادشي بلدي بيوت تنديرو البصاله تنطيبها في الطين وعندي هادشي مرقد ديال الشريحه والثومه والزعفران. واخا بيوم منين كتجيب؟ من البلاد تنجيو من البلاد. منين؟ من البلاد عندنا من النواحي ديال تاونات. تبارك الله وصلى الله عليه. تحيه للناس ديال تاونات. تنشكروك الله يخليك الله يبارك فيك. تبارك الله. الناس ديال تاونات راه معروف عندهم الزيت عندهم لو شنو عندكم؟ كلشي عندنا، عندنا الزيت عندنا الثومه عندنا الشريحه داكشي عندنا بلدي، وتنجيب داكشي من تما وتنرقدو. عندي الشريحه مرقده ديال 3 سنين مزيانه للحساسيه والبرد. تبارك الله الله يبارك فيك. شنو الفوائد ديال حنا تنسمعوا بزاف الناس كيضربهم البرد الكحبه كيشري السيروات كيمشي للطبيب، ولكن ملي كيدير واحد الوصفه اللي عارفين حنا المغاربه جداواتنا كانوا كيديروها الله يرحمهم الشريحه وزيت العود والثومه مرقدين هذوك مزيانين للبرد مزيانين بزاف يصدر هذوك مزيانين بزاف تيعالجوا بزاف هاد الامراض وعاد يعني هادشي بلدي خدام معلقه في الصباح معلقه في على الريق في الصباح قبل الماكله خدامه مزيانه ومعلقه عاوتاني ملي يبغوا الناس معلقه بالليل ملي يجي النعاس بنادي يضربو وما يشربش من الماء خاص داكشي يبقى سخون سديم يبقى سخون وينعس حتى الصباح يضرب شي حوايج اخرى البرد باي باي ما كاينش لا تقولي لا سير والو لا والو هو الطبيب مزيان الواحد يمشي يراقب راسه ولكن مزيان يقوي المناعه ديالو يقوي المناعه الشيء اللي عندي انا تيقوي المناعه شي بلدي الثومه والشريحه والزعتر وزيت العود مزيان المناعه بزاف تبارك الله وحتى البيصاره يعني ما كطيبش في الالومنيوم لا والو عندي ديك الشيء في الطين وتيطيب في الطين عندي ديك الشيء انت تتشوفها ها البيصاره عندي في الطين تطيب يعني ديك الشيء خمسه السوايع وهي تطيب لا خطر لا خطر تخطي خمسة سوايع وعندك بعد هذا الشيء عندك لي الخاطر هاد 3 سنين خمسة سوايع الحمد لله كاين شويه الصبر وصافي ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. البصاره شنو كدير معاها ملي كتبغي تحطها؟ البصاره تندير معاها الزعتر وزيت العود والريحان في البصار والشريحه عاوتاني والشريحه حتى هي تنزيدها نضيفها من الفوق يعني الشريحه عندها فوائد كثيره مذكوره في القران التيني والزيتون
الشريحه مزيانه بزاف. باطوري سيدينا هذا البلد الحمد لله اي حاجه مذكوره في القران مزيانه الحمد لله. قال لك ذكر الله سبحانه وتعالى مزيانه. والله سبحانه وتعالى في الايه كيقول خلقناكم في احسن تقويم، يعني من بعد التين الانسان اللي كياكل هذا الكرموس اللي كنقولوا له حنا المجفف. المجفف يعني كارم مزيان بزاف هذا الكرموس، ولكن قليل الناس اللي تعرفوا هذه الفوائد هذه. قليل الناس، حنا هذا هو دورنا. انا بعض المرات كننساو. فعلا هادشي دابا في المتناول ديالنا راه خاص الانسان ياكلو بزاف، خاصو ياكلو يعني تيقوي المناعه بزاف، ولكن حنا تيجي الناس صعيب شويه عليهم ما تيعرفوش ليه. علاش؟ اش غنقول لك، ما تيقدروش ليه الماكله ديالهم ما تيقدروش عليها. تيقول لك عرفتي كتير تيقول لك انا شي تيقيني ما نقدرش عليه انا شي علاش. اما هو بزاف الانسان ياكل وخا مره في اليوم بزاف بزاف. دابا سي عبد العلي، دابا بحكم انك انت من تاونات وهذوك الناس معروفين تبارك الله، الناس كيعمروا العمر بيد الله. لا اله الا الله. ولكن بنادم تيبقى دابا في الجبل كتلقى عنده 100 عام. عندنا حنا في البلاد عند الناس عندهم 100 عام والصرف اكثر من 100، ولكن تياكلوا شي بيو ما تياكلوش داك الشيء ديال الانسان، ديك المواد الحافظه ما تياكلوهاش. ياكلوش داك الشيء، هذا الشيء كيسبب سورتو المواد الحافظه كتسبب امراض سرطانيه بزاف. الله يرحم والديك بزاف. فعلا. شنو النصيحه اللي تنصح الناس باش يبعدوا منها؟ هو تنصح الناس انه يبعدوا من ديك الاموال، ديك المواد الحافظه يبعدوا منها، ما خداماش هذيك، هي تهلك الناس وتصيفطهم للسبيطارات نيشان. الماكله ديال الفاست فود كما كنقولوا، الساندويتشات الجاهزين، هذاك الشيء ما خدامش ما خدامش. هذاك الجيل اللي طالع تيبغي ديك الماكله، ولكن غادي يضرهم بزاف وغادي يندموا، ما خداماش لهم هذيك الماكله. كتلقى بنادم كيهرم وهو باقي صغير. تيضيع راسو وهو باقي صغير، هادشي علاش. حيت التغذية مهمة سي عبد العزيز. التغذية مهمة اللي عرف ليها خص الإنسان ياكلها بزاف، ضرورية. وخصوصا دابا الثوم، الثومة دابا تنشوف عندك واحد الثومة ما تنشوفهاش باش ما كايناش هذه الدور الدار البيضاء ما تلقاهاش، هذه غير عندي أنا بلدية تنجيبها من البلاد هذه، ما دايراش عند شي واحد، هي وشريحة بلدية، تنجيب داك الشيء بيو دوريجين وتنرقدو وتنخدم به. وهذا الشيء كيبغي هذا راه تقليد سي عبد العزيز. هذا راه تقليد عليا أنا، أقسم بالله العظيم تنحلف هادشي دوريجين عندي وبلدي. يعني هذا الشيء اللي الحمد لله. شحال من عام وانت في هذه الحرفه؟ انا هذه الحرفه هذه راه اش نقول لك، 14 عام وانا في هذه الحرفه هذه. والحمد لله ما عنديش ما خصني، اللهم لك. كاين حتى شي ريكلاماسيون شي واحد يقول لك خرجتي عليا؟ لا ابدا، نتمنى شي نهار يجي غير واحد يقول لي هذه الماكله ما عجبتنيش ولا خرجت علي، ما كايناش. الله يرحم والدين تيكون يقول لي الله يرحم والدين، وتتعجبوا الماكله وتيجي والحمد لله والشكر لله. دابا الناس دابا انت عندك ماكله ودواء. عندي ماكله ودواء 100%. ياك. ماكله ودواء. شنو الفوائد ديال الثومه؟ الثومه مزيانه بزاف، الثومه الفوائد ديالها بزاف مزيان. مزيانه الثومه، حتى هذه البلديه هذه اللي عرفاني، ما يمشيش هذيك ديال الشينوا ولا هذيك ديال اسبانيا، هذه بلديه. اونتيبيوتيك. وعاد دابا نجيو لزيت العود. زيت العود ديالي انا، تنطلع البلاد وتنجيبو بيدي وتنطحنو بالماكينه، وعندي الزيت تنطحنو بالريحه تا هو في الريحه، تا هو عاوني البلديه نيشان، الماء تيطحن بالماء بارد. دابا هاد القلالش كنقول لهم قلوشه شنو فيهم؟ قلوشه هادي مرقده فيها سميتو، وحده مرقده فيها الثومه، وحده مرقده فيها الشريحه. إيه. تنرقدهم في البلاد وقت في شهر 7 تنرقد الثومه والشريحه، وتنخليها تما وتنهبطهم تنبدا العمل بهم. تبارك الله. دابا الواحد يجي ياخذ بواطه يمشي يحطها في الدار بلا الثلاجه بلا والو، ما تخسر لهم والو، مزيانه للحساسيه ومزيانه للبرد، شي حاجه ما نعاودلكش. طبيعه الحال. خصوصا دابا حنا تنصحوا، دابا حنا خصوصا السكان ديال مدينه الدار البيضاء مع السرعه ومع فهاد الجيل السرعه، بنادم خصو غير ياكل، خصو ياكل مزروب، كيمشي ياكل ماكله ما يعرفش حتى شياكل، غير تياكل من الاحسن يشلط عب بصيله وما يتشاو يدير معاه شي احسن حتوم. احسن حاجه ولا يمشي لديك الشيء المواد الحافظه. شنو خصو يدير كاع مثلا شي حاجه غير بحال هكا كما قلت، ما يطيشها بصيله صافي، غير ما يطيشها بصيله والخبز احسن له ما يمشي للمواد الحافظه، ما خدامش ولا بيضه بلديه مزيانه خصنا ديك ماكلة الزنك ما خداماش، هذيك هذيك القليان القليان الزيت هذاك ما خدامش، هذاك الزيت لا سيور الانسان معاه لا علاقة، كاع الزيت ما عنده واحد ما يدير، زويته بلدية مزيان، زويته بلدية ويعرف الانسان شنو ياكل، راه تيصح هذا الانسان، هذيك راه الانسان ياكل شي حاجة تياكلها في كرشو، خصو ياكل شي حاجة بيو. كاين العسل كاين كلشي، كلشي عندي ناضي وكلشي عندي دوريجين الحمد لله، تنجيب ديك الشيء من البلاد عندي شي الحمد لله بخير. حنا الحمد لله حنا بغينا نديرو لك بغينا نديرو لك الاشهار، علاش بغينا نشهروك؟ حنا بغينا المغاربه كلهم خصوصا البيضاويين ياكلوا ماكله اللي هي طبيعيه. وتنشكرك. حنا هذا هو الهدف ديالنا، اننا نجيو عندك، حيت بغينا الناس كلهم، دابا هذا الشيء كيكون في متناول اليد، ولكن بنادم ما عندوش ما كيفكرش. ما تيفكرش. غير حداه. ما تلقى شحال من واحد غير حداه. وما عارفش. وما عارفش. فعلا. ما عارفش كاين تبارك الله، بحال دابا هذا الشيء اشرح لنا هذا الشيء اشنا هو. عندي تما عندي تما الشريحه مرقده والثومه، وعندي تما الحار تا هو تنرقدو.
أيه. وعندي تما الاعشاب تديهم دير اتاي تندير بهم اتاي تاهما كاينين تما. وعندي تما السمن تا هو السمن حر تنجيو من البلاد تا هو. وعندي تما الفوه تا هي مزيانه لفقر الدم تنجيها من البلاد تا هي. الفوه اه الفوه تا هي لفقر الدم عندي تما تا هي كاينه. دابا صح حنا الفوه لاش كاتلك؟ الفقر الدم. اه بزاف مزيانه لفقر الدم. وريها لينا ورينا الفوه. ها هي. جبدها لنا السي عبد العالي. عبد الملك تقدر تجبدها بعيده عليا جبد شي عبد الملك يعرفها جبد فوق. ها هي بلا ما تفتحها غير خليها. دابا هذيك هي الفوه. هذه هي الفوه. كيفاش يدير واحد ياكلها؟ هذه ياكلها مع مكر يديرها مع المرقه وياكلها مزيانه مع المرقه هذه. هذه الفقر الدم 100% مجربين. اه دقه بطلع جربتها انا وحق الله هذه الفوه هذه ولكن بلديه هنا فيها الماركات ياك. اه بلديه. وكاين دوك العشاب العشوب ديال المعده. اه عندي العشوب ديال المعده تا هما عاوني نصوم بيدي الخروب وسميتو والخروب والرمان والنبق بلدي ثلاثه بهم يتنقوا ويدقوا ويتلقوا ويضرب معلقه منهم. اذا ما يفرطش في هذا الشيء عاوتاني ما يكثرش. شوف هادو لا لا غير شويه شويه ما يفرطش. هذو لا ينفعوك ما يضروش. لا ينفعو ما يضروش كاع ما يضروش. الخروب ما عمر الخروب تيضر. الخروب ما تيضر ما تيضرش والنبق ما تيضرش. قال لك شناهي الفوه؟ ها؟ يقول لك شناهي الفوه؟ الفوه واحد النبات واحد النبات بحال العرق هكا بحال العرق. بحال العرق. آه عشبه عشبه تا هي عشبه. عشبة. بالنسبه للزعتر. الزعتر تنجيبو. اه الزعتر تنجيبو بيدي انا ها هو فينا وتا هو عندي. ها هو الزعتر تنجيبو من البلاد الزعتر ها هو تنجيبو بيدي انا وتنجيبو هنا وتنخدم به. تنديرو في البصارة تا هو وتنديرو في اتاي. تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. عاد كاين كلشي مرقد. كلشي الفلفلة مرقدة كلشي عندي مرقدة. النبك ياك. اه النبك تا هو عندي. النبك تا هو علاش كيليق؟ النبك تا هو الفقر شنو قلت لك النبك المعدة والمسران. كلشي تبارك الله طبيعي كلشي هادشي وفي الأول وفي الأخير حنا تنقولوا للمشاهدين سي عبد العالي ماشي طبيب. الله يخليك. اللي عنده شي مرض يمشي للطبيب. ياك سي عبد العزيز ما يقولش لك راه. غير سبب. علي راه عنده ماكله ودواء. اه ماكله ودواء. شي طبيعي. ماكله ودواء. لا كان كيطلع لك الطونسيون هادشي التومه راه ضروري خصك تستشر مع الطبيب. تستشر مع الطبيبه هي. اجي تاخذ هاد الشيء. والتومه ما تطلعش طرسي. لا التومه ما عمرها تطلع. لا كتهبطوا. كتهبط بالنسبه للناس اللي هبط لهم الطونسيون. يعني اللي عنده مشكل ديال الضغط. اي الضغط. يزور الطبيب. يزور الطبيب. يزور الطبيب وهادشي كيبقى الماكله ديالو كيف ما قلنا راه واحد الحاجه اللي ما تتاثرش على صحتنا بصفه نهائيه. انسان عاوتاني ما يفرطش ما يبقاش ياكل حاجه بزاف سورتو شي ديال الاعشاب راه واعر اللي كثرنا منه. اه لا ما نكثروش منه غير دقه دقه الانسان ما يكثرش منه. عاوتاني الانسان اللي ما تياكلش هذه المواد هذه خصو ما يكثرش من الاعشاب. ان خصو يكون ياكل هذه المواد بحال الشريحه والثومه والزعتر خصو يكون تياكل هذا الشيء. خصو يكون قوي. خصو يكون قوي باش ياخذ هذا العشب. اه الا ما كانش قوي خصو يبعد منه. يكون بحال تبارك الله وليداتنا اللي فتاونا تبارك الله الصح والعافيه. الله يرحم والدي. دابا هاد الجيل طالع والو طالع على الخو. اه طالع على الخو هاد الجيل. كاين ساندويتش تاكوس. سيرتو داك التاكوس انا ما فهمتوش انايا. سالي لي الله. غير كياكل بنادم غير داك الشيء مقلي وداك الشيء. المهم السي عبد العالي تبارك الله عليك شنو الاضافه اللي تبغي دير لنا شنو اخر اللي ما دويناش عليه؟ هو كلشي اللي عندي هما هاد الحويجات اللي عندي كلشي والعسل عندي كل انواع العسل كلها عندي. شنو الانواع ديال العسل اللي عندك؟ عندي الزعتر عندي ديال الزكوم عندي ديال الخروب عندي ديال الليمون عندي داكشي تنجيبوه ما نعاود لكش داكشي مزيان. احسن نوع ديال العسل اين هو؟ هو ديال الزعتر. اه هذاك الزعتر مزيان تيوقف هنا البرد اللي عنده البرد تيحيك. اه دابا الناس اللي دابا مضاربهم البرد هاد الايام والكحه وسورتو دابا هاد كورونا حتى هي المناعه. اه غير الشريحه والثومه والزعتر وزيت العود هاد ربعه الحوايج يضربوا عويشقه على الريق مزيان هاد. تبارك الله ها انتوما. اه هي هادي ها هما هادو هادي الشريحه والثومه والزعتر وزيت العود هي هادي فن. تبارك الله وصلت عندي السي عبد العالي تبارك الله. هاهي فينا زيد وريها لي من هاهي فيك. هي تبارك الله. الله يبارك فيك. الشريحه راه خطيره خطيره في العلاج بزاف الامراض. ما عندي يعني المحل ديالك هنايا تيجيو الناس ياكلوا عندك ديك جبينات البصاره. تيجيو الناس من البعيد تياكلوا البصاره وتياخذوا الشريحه وتيتقضوا وتيمشيو الحمد لله. تيمشيو واكلين ناضين. آه ناضين واكلين. تبارك الله وصلت عندي. شحال رقم الهاتف ديالك السي عبد العالي باش نخليو المشاهدين حيت الناس كلهم تيسولون عليك. شكرا 06-94-12-80-90. عاودها 06-94-12-80-90. والمحل راه كاين في حماره في حماره. اي حماره حي مولاي واحد الحي شعبي. اي حي شعبي حدا محطه الترام ديال حي الرجاء. اه قريب يعني وحتى الاثمنه راه جد مناسبه. مناسبه بزاف كاع
كلشي ياكل لا اللي عنده لا اللي ما عندوش الضعيف والغني وكلشي الحمد لله احسن حاجه هي البصره اللي كطيب تما كنا راه ما عندناش سال شكرا الله يخلي لك صحيحه تبارك الله عليك مشاهدي قناه شوف تي في تابعتوا معنا هذا الغوبورتاج من قلب المعشبه ديال السي عبد العالي حنا كيف ما قلنا لكم بغيناكم انكم تستافدوا من هذا الطبيعي ديال خيرات بلادنا حيث بلادنا الحمد لله راه مليئه بالخيرات شوفوا تبارك الله هذا الشيء راه غير شويه من بزاف شوفوا شوف هذه بلديه ياك بلديه شريحه بلديه معسله معسله مرقده هذه الله جبتها من الطين تبارك شحال وهي في الطين هذه عامين وهي في الطين كديرها غير بوحديتها لا مع الزعتر وزيت العود والثومه لا فاش كتبغي ترقدها هاد الحوايج هاد تنديرها تندير نغسلها نديرها يابسه ونديرها في الطين وندير معها الزعتر وزيت العود وندير الثوم وتنغلق عليها تنغليها كتخليها كتطلق داك كتخليها في الطلق في الظلمه في الظلمه في الظلمه هو اللي كيما نجي نخدم بها ما نعاودلكش الحمد لله شي حاجه ما نعاودلكش الحمد لله باينه باينه آه شوفوا تبارك الله تبارك الله ما عندي ما نسالك شوفوا هذه الثومه ها هي وكل شيء بزيت العود تبارك الله وصل عندي الهاتف راه قالوا سي عبد العالي وحنا غادي نحطوه ان شاء الله في الروبورتاج اللي بغى يجي ماكله ودواء وتهلاو في صحيحتكم راه هادوك لي فاست فود راه ما كاينش مخطر منهم سورتو الناس اللي كيكونوا خدامين خصو ياكل على برا النهار كله زعما تنصحوكم ان بنادم كيف ما قال سي عبد العالي شويه مطيشه وبصيله وواحد بيضه بلديه ولا روميه مسلوقه تمشي للدار ونطيب على خاطري وحتى الناس اللي مولفين وليداتهم الماكله ديال الزنقه وياكم ثم وياكم كبروا وليداتكم على الصح راه ما كاينش ما احسن من هذا الشيء نعطي الوليدات كل صباح مع عشقه ديال زيت العود على الريق ماشي على الريق او يشقى قبل يعني وعادي يتبعوا الماء كيحيد القبض كيحيد كل شيء كل شيء تيحيد ويولي بنادم مزيان مزيان وتبارك الله هاد الثومه وزيت العود وشريحه انا قريت بانهم مضادين للكوليسترول اييه مضادين لهذا الشيء ديال الضغط الشرايين الله يسر السرطان الله ينجينا وينجيكم دخلت قريت عليهم عندهم واحد الفوائد عظيمه جدا كيستعملوا حتى الاوروبيين في اسبانيا كيبيعوا قراعي في السوبر مارشي كيبيعوا فيهم هاد الشريحه وزيت العود داكشي اونبالي ما كاينش ولكن ماشي محسن من هادشي حيت هادشي طبيعي 100% اختي سانيتا سناء العاجي ولا العلج راه قال الرقم ديال الهاتف ديالو وحنا غنعاودو نحطوه في الروبورتاج اللي بغى يتواصل مع السي عبد العالي واللي بغى يجي عنده راه حتى هو واحد الانسان بسيط غنعاودو نقولو قول السي عبد العالي انما الناس كيسولونا 06 94 12 98 06 94 12 98 تبارك الله عليك هذا هو الرقم الهاتف تواصلوا معاه راه المحل موجود في حماره في مولاي رشيد محطه حي الرجاء حدا محطه حي الرجاء ها نتوما اللي بغى يبرك ياكل شرب ديك البيصاره المهم ورا 8 كيسد طبيعة الحال الاجراءات الاحترازيه بسبب كورونا وشكرا بزاف مرحبا وفي الاول وفي الاخير راه ماشي طبيب راه هو عنده الماكله والدواء هادشي اللي كبرنا فيه كبرنا في والدينا وجدواتنا واللي عنده شي مرض راه ضروري 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 من الاستشاره ديال الطبيب هادشي فقط من اجل تقويه المناعه من اجل اننا ناكلوا واحد الماكله صحيه شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله ونتمنوا اننا نكونوا فدناكم